بسم الله. شباب احنا المفروض النهارده هنبدا في الخطوات التطبيقيه على المشروع بتاعنا. تمام. المشروع الدكتور محمد مديكم الداتا اللي قدامكم دي. تمام. الداتا دي كانت عامله ازاي؟ طبعا كان مديني الرفع المساحي للمنطقه بتاعتي ديت، واداني شويه طرق اللي هو الطريق الاي بي دوت، طريق السي دي، طريق الاي اف، والطريق اللي هو الجي لحد مين؟ الطريق السي. تمام. كان المفروض منكم المطلوب منكم ان انتوا تقسموا المجموعات بتاعتكم سب جروبس، وكل جروب بتاخد ايه؟ مسار. بتاخد مسار معين، والمفروض ان احنا اخترنا المسار ده صح؟ وكمان وزعنا المسارات دي على مين؟ على السب جروب، وكل ثلاثه جروب اللي هو كل ثلاث افراد عارف فين المسار بتاعه. طب ايه المطلوب مننا بقى؟ المطلوب منك يا باشمهندس انك تعمل ديزاين شبه كامل او ديزاين مبدئي لمين؟ للمسار بتاعك ده. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني اول حاجه يا هندسه هتبدا بالخطوات اللي انت عارفها عادي جدا، اللي هي ايه؟ السيرفس اول حاجه، حولنا الرفع المساحي بتاعي لسطح، بعدها عملنا مين يا رجاله؟ الالاينمنت، المسار اللي انا اخترته حولته الالاينمنت، بعدها يا باشمهندس المفروض هتعمل ايه؟ هتعمل البروفايل. المفروض قبل ما تعمل البروفايل ده او حتى بعد ما تعمل البروفايل مفيش مشكله، مين يقول لي بعد البروفايل المفروض هعمل ايه؟ هندخل المفروض هعمل حاجه اسمها الاسمبلي، صح الكلام ده ولا ايه؟ علشان تعمل الاسمبلي يا باشمهندس لازمك الكروس سكشن بتاع الطريق. لازمك القطاع العرض بتاع الطريق بتاعك، القطاع العرض ده لازم نعرف الطريق ده هيبقى فيه جزيره ولا مفيش جزيره؟ هيبقى يا باشمهندس فيه حارات ولا مفيش حارات؟ في حاجه اسمها مفيش حارات؟ طب هيبقى كام حاره؟ حارتين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ هيبقى فيه طابورات ولا مفيش؟ هيبقى فيه نوجيرز ولا مفيش؟ فلازم المكونات بتاعت القطاع العرض بتاع الطريق ده، انت عارف يا باشمهندس المفروض تصمم بيها امتى؟ بعد الالاينمنت على طول، يعني المفروض اول ما خلصت الالاينمنت يا باشمهندس تخش وتعمل السكشن ديزاين يا باشمهندس، الكروس سكشن السلام عليكم. السلام عليكم. فالمفروض انا كده هبدا ايه؟ هعمل السيرفس بتاعي ثم الالاينمنت، المفروض من الالاينمنت اخش على طول اعمل ديزاين لمين؟ للكروس سكشن بتاع الطريق، واحدد قطاع الطريق بتاعي ده اللي انا هصممه. طبعا احنا كل جروب زي ما اتفقنا ليها ايه؟ ليها مسار، فالمفروض كل جروب هتصمم المسار بتاعها ده وتعرف الكروس سكشن بتاعه ايه. بعدها يا باشمهندس هنكمل بروفايل، مين يقول لي وصلنا البروفايل ولا ما وصلناش؟ المفروض وصلنا البروفايل. بعدها هاخد الكروس سكشن اللي انا صممته ده وحول لي اسمبلي. بعد ما احول الاسمبلي يا رجاله هعمل حاجه اسمها الكوريدور، فاكرينها الكوريدور دي؟ وبعد الكوريدور يا باشمهندس هعمل الكروس سيكشنز اللي هطلع القطاعات العرضيه. وبعد ما اطلع القطاعات يا باشمهندس هتعمل ايه؟ انا بطلع القطاعات علشان في النهايه اوصل لحاجتين زي ما اتفقنا اللي هم الكوردينيتس، ودي مش مهمه بالنسبه لي، لكن الاهم يا رجاله هو مين؟ الماتيريالز اللي هي كميات الحفر والرجم بتاعتك، صح الكلام ده ولا ايه؟ فالمفروض انا دلوقتي في هذه المرحله خدت المشروع بتاعي او خدت المسار بتاعي، هعمل له يا باشمهندس كل الخطوات بتاعتي، يعني هعمل له الالاينمنت، بعدها احدد الكروس سكشن بتاعي، ثم بروفايل، ثم اسمبلي، ثم كلودور، بعدها اطلع مين؟ الماتيريالز. طب وبعد ما اطلع الماتيريالز مين يقول لي في الماتيريالز دي المفروض انت هتحدد مين او هتعرف مين؟ المفروض في الماتيريالز دي يا باشمهندس هتقول لي في الطريق بتاعي هيبقى عندي كميه كات قد ايه، صح؟ وفي كميه فل قد ايه؟ وكمان وليكن اسفلت قد ايه؟ وسن قد ايه؟ اللي هو الادرج بتاعك قد ايه؟ صح الكلام ده ليه؟ اللي هو بتعمل حصر كامل لكل الماتيريالز اللي عندك، كميه الحفر وكميه الرعب وكميات مواد الانشاء بتاعتك كلها، صح؟ مين دول انا عايزهم فين دول؟ عشان التكلفه عايزهم علشان ابدا احدد، مش انت دلوقتي الجروب الاولى وليكن كانت مختاره مسار رقم واحد، الجروب الثانيه وليكن كانت مختاره مسار رقم اثنين، الجروب الثالثه وليكن كانت مختاره مسار رقم ثلاثه، يا ترى مين افضل هذه المسارات يا باشمهندس؟ مين بقى اللي هيقول لي فين افضل المسارات؟ الكميات بتاعتك دي. طب واحددها ازاي يا باشمهندس؟ باخد الكميات اللي انا طلعتها دي يا رجاله وباجي داخل جري على قائمه كميات، بدخل جري كده على قائمه كميات بسيطه جدا، القائمه وليكن حاجه بالمنظر ده، بتبقى دي يا باشمهندس حاجه اسمها بريف كوانتيتي او قائمه الكميات. ايه قائمه الكميات؟ لحظة. انت دلوقتي المفروض بص كده يا باشمهندس، المفروض دلوقتي لو انا خلصت الموضوع ده وحصلت الكميات بتاعتي بدخل في قائمه الكميات اللي قدامك ده يا باشمهندس. ايه قائمه الكميات دي؟ عباره عن اكسبشن بسيط جدا او ورقه وورد زي ما هي قدامك كده يا باشمهندس، بتبدا تسقط عليها
بتبدأ تسقط عليها باشمهندس الكميات بتاعتك. بمعنى ايه؟ وليكن انا طلعت دلوقتي عندي كميه الحفر بتاعتي او كميه الردم بكذا الف متر مكعب، هعمل ايه يا باشمهندس؟ وليكن بالمتر مكعب ردم، فانا هبدا اروح في البند ده واحط يا باشمهندس الكميه بتاعتي كام؟ وانا عارف ان الكميه دي وليكن المتر مكعب هيكلف كام يا باشمهندس؟ 10 جنيه، يبقى بضرب الكميه في ال 10 جنيه اجيب مين يا باشمهندس؟ التكلفه بتاعت هذا البند. طب عندك كميه حفر ولا ما عندكش؟ اه في البند اللي فوق يا باشمهندس هتلاقي مش عارف كميه الحفر بتاعتك قد ايه اللي انت مطلعها من البرنامج. طب تكلفه المتر قد ايه وليكن كام؟ 15 جنيه يا باشمهندس، يبقى تكلفه البند قد ايه؟ طب يا ترى يا باشمهندس هيبقى عندك كميه اساس، طبقه اساس ولا لا اللي هو سن؟ اه بسمك كذا. وهتبدا يا باشمهندس تطلع الكميه بتاعتها بكام؟ انت عارف سعر السن بكام؟ وليكن ب 55 جنيه يا باشمهندس للمتر. تبدا تجيب مين؟ الاسعار دي هنبدا نظبطها عادي. بس خلاصه الكلام لو انت اصبحت معاك الكميه يا باشمهندس وعارف سعر الوحده تقدر تجيب مين؟ اه جبت التكلفه. طبعا الكلام ده هيبقى لكل مين؟ لكل بديل من البدائل اللي عندي، ومنه يا باشمهندس في النهايه اطلع الاجمالي بتاعي. مين يقول لي وليكن الاجمالي بتاع المشروع ده كام يا رجاله؟ 177 مليون تقريبا يا باشمهندس، تقريبا 177 مليون. يبقى انا وليكن البديل الاول هيبقى 177 مليون، البديل الثاني وليكن هيبقى 210 يا باشمهندس، البديل الثالث وليكن هيبقى 205. مين افضل المسارات؟ اه على طول يا باشمهندس هيبقى افضل المسارات بتاعه المسار الاول، وهيبقى ده المسار بتاع المشروع بتاعي يا باشمهندس او بتاع الجروب بتاعي. وفي الاخر اختار هذا المسار وابدا اعمل ايه بقى؟ اكمل الفولد زاد بتاعي، اصمم التقاطعات بقى والانترشينجز وكل حاجه هندسه كده. مشاكل ثبت على العفو الرد. طب وبالنسبه لو في كوبري اللي هو عايز قلنا مفيش يا باشمهندس، احنا هنعتبر ان الاعمال الصناعيه بتاعتي ثابته على كل البدائل بتاعتي. فانا في البدايه اللي هو في التصميم الابتدائي ده انا افترض ان انا ما عنديش اي حاجه يا باشمهندس، ما عنديش اي اعمال صناعيه، على اعتبار ان العمل الصناعي ده بيبقى اكنه بروجكت منفصل، اكنه يا باشمهندس مشروع منفصل وهيبقى موجود على كل البدائل. يبقى انت البديل ده عنده عمل صناعي ولا ما عندوش؟ وده فانا شلت الاعمال الصناعيه من كل البدائل بتاعتي يا باشمهندس. في مشاكل في هذا الكلام؟ طيب اذا المفروض المرحله اللي انت فيها يا باشمهندس انك هتعمل تصميم مبدئي للثلاث بدائل وتطلع الكميات بتاعتك، تخش البيلف كوانتيتي تطلع مين؟ التكلفه بتاعت الثلاث بدائل دول. في مشكله في هذا الكلام؟ مبدئيا هل عندك اي مشكله انك تعمل السيرفيس؟ لا على الاطلاق. هل عندك اي مشكله انك تعمل الاينت؟ خالص. هل عندك مشكله انك تعمل بروفايل؟ عملناها يا باشمهندس. هل في مشكله ان احنا نعمل اسمبلي؟ اه في مشكلة واحدة بس، ايه هي؟ هو فين القطاع العرضي بتاعك؟ مش انت المفروض أول حاجة تعرف القطاع العرضي بتاعك يا باشمهندس؟ لو معاك القطاع العرضي تقدر ترسمه على السيمبل وتحوله اسمبل ولا لأ؟ بعدها يا باشمهندس تقدر تطلع الكميات بتاعتك، مش كده؟ المشكلة اللي كانت موقفانا في المشروع هي مشكلة مين؟ الداتا يا باشمهندس اللي من خلالها هبدأ أطلع إيه؟ هبدأ أطلع الكروس سيكشن بتاعي يا باشمهندس. الداتا دي الدكتور محمد اداها لزمايلكم بس اداها بشكل يعني ما كانش متظبط شويتين، ظبطنا لك يا باشمهندس الكميات ديت وهتبقى حاجه بالمنظر ده. يعني ده كده ملف كان الدكتور محمد مدي للناس وكان مدي لهم ايه؟ كان مدي لهم جدول كده وقال لك ظبط الجدول ده على الداتا بتاعتك يا باشمهندس. طيب ايه الداتا دي يا باشمهندس؟ المفروض ان الراجل هنا راح مدي لك اللي اوت بتاعك اللي هو الخريطه الكونتوريه بتاعه المشروع اللي انا مديها لك يا باشمهندس، ومش هدي لك الطرق كده بس، ده انا هسمي لك كمان يا باشمهندس النقاط الاتصال بتاعه الطرق دي. يعني انا خدت الخريطه الكونتوريه بتاعتك يا باشمهندس ورحت قايل لك ان ده وليكن اكزيستنج اكسبريس واي او اكسبريس رود، طريق سريع يا باشمهندس، والطريق ده بيوصل ما بين مين ومين؟ وليكن بيوصل ما بين سيتي اي وسيتي بي يا باشمهندس. الطريق الثاني برضه اكسبريس بيوصل ما بين سيتي سي و سيتي دي. بعدها يا باشمهندس الطريق الثالث بيوصل ما بين سيتي اي و سيتي مين يا رجاله؟ وسيتي اف. واخر حاجه خالص هنا في سيتي جي، وسيتي جي ده في الطريق الفرع الخالص اللي هنا اللوكال ده اللي بيربطها مع الطريق ده والطريق ده يا باشمهندس. في مشاكل في هذا الكلام؟ اذا انا خدت الداتا بتاعتك اللي هي الخريطه الكونتوريه بتاعتك وفقط يا باشمهندس اديتها ايه؟ اديتها مسميات. طب بعدها رحت يا باشمهندس لهذه المسميات وابتديت ادي لك اولا البيانات اللي انت هتصمم عليها الطريق بتاعك الاونلاين، وقلت لك بالنسبه للطرق الاكسبريس اللي هي الطرق الموجوده ايه يا باشمهندس السرعه بتاعتها كام؟ 100. وايه كمان العربيه اللي انت هتصمم عليها؟ دبليو في 50 وليفل اوف سيلف سبيد والديزاين لايف، الحاجات دي كلها هنعرفها نحتاجها فيه. بالنسبه للطريق الاكزيستنج ما يهمنيش كتير، امال يهمني اللي هيهمك اه الطريق اللي انت هتصممه اللي هو قال لك يا باشمهندس النيو فري وين. يبقى اول حاجه لازم تحط ايدك عليها انك هتبقى عارف ان الطريق اللي سيادتك هتصممه ده سواء ده او ده او ده هيبقى اكسبريس ولا فري؟ فري واي يا باشمهندس. ده اول حاجه عرفناها الحمد لله. طب لو الطريق بتاعك فري يا باشمهندس السرعه بتاعته كام؟ 100. اهو انا هنا اصلا مش هنخترع بقى خلاص،
الراجل قايل لك ان السرعه بتاعتك بكام؟ اذا المفروض كل المنحنيات اللي انا هصممها للشمس في المسارات بتاعتي تبقى على كام؟ على سرعه 120 على الماده 6 ما قالش عن كده رجاله زي ما اتفقنا 755 والله ما. طب بعدها قال لك هتصمم على سنجل يونت تراك، بعدها هتصمم على ليفل سيرفيس بي، هقول لك ايه لازمته دلوقتي، على ديزاين 15 سنه وبيرسنت اوف تراك 5 والانوال جروس ريت 3 والكي بتاعك اشورنس بوينت 1 8. دي كلها داتا هنحتاجها دلوقتي حالا في الديزاين بتاعنا الاشورنس. في مشاكل في الكلام ده؟ مش كده وبس، رحنا كمان ادينالك بيانات احجام المرور، انا دلوقتي عرفت السرعه كام والمركبه اللي انا هصمم عليها كام والليفل اوف سيرفيس كام. لكن لازم لي يا باشمهندس ان انا اعرف الطريق اللي انا هصممه اللي هو الطريق الجديد ده رقم المسار رقم 1 ده هيبقى عليه احجام مرور قد ايه؟ هيبقى عليه عربيات قد ايه يا باشمهندس؟ مين اللي نجيبها ازاي دي؟ علشان تجيبها يا هندسه الراجل لازم هيدي لك احجام المرور اللي هتتبادل ما بين مين؟ بين المودل المختلفه اللي انا اديت لك المسميات بتاعتها يا باشمهندس. فتلاقي راجل بيدي لك جدول او مصفوفه، المصفوفه دي بنسميها حاجه اسمها او دي ماتريكس، اوريجين ديستنيشن ماتريكس. الاو دي يا باشمهندس دي هقول لك ان كل مدينه بيبدا منها الرحلات يا باشمهندس بتروح فين، وليكن عندك رحلات هتبدا تخرج من مدينه مين؟ ايه، والرحلات يا باشمهندس اللي هتخرج من مدينه ايه دي مين يقول لها هتروح فين يا ترى؟ ما اللي هيخرج من الايه يا اما في جزء يا باشمهندس هيروح لمين؟ في جزء هيروح لايه؟ في جزء هيروح لايه؟ الدي، في جزء هيروح للاي، في جزء هيروح للاف، صح؟ طب كام؟ الراجل راح قايل لك في الداتا الجميله اللي معانا دي برضو ان يا باشمهندس اللي هيطلع من الاي للبي كام عربيه؟ حوالي 9000 عربيه في اليوم يا باشمهندس. طب اللي هيطلع من الاي للسي كام عربيه؟ 1000 عربيه في اليوم يا باشمهندس. طب اللي هيطلع من الاي للدي كام؟ مش دي مهمتي، ما خلاص الراجل قال انا هيطلع من الدي من الاي للدي ولا هيكون 1000. مشكلتي انا هو اللي هيطلع من الاي للدي ده يا باشمهندس هيمشي على انهي طريق؟ يا ترى هيمشي على الطريق الاولاني ولا الطريق الثاني ولا هيمشي على الطريق الجديد بتاعي؟ ده اللي يهمني يا باشمهندس. فالمفروض ان انا باخد الداتا دي وبعمل حاجه اسمها ترافيك اساينمنت. يعني ايه ترافيك اساينمنت يا باشمهندس؟ ببدا اوقع الرحلات اللي عندي دي او احجام المرور على مسارات مين؟ على مسارات الشبكه بتاعتي، عشان في النهايه اوصل لمين يا رجاله؟ لاحجام المرور على الطريق بتاعنا يا باشمهندس. طب وانت عايز حجم المرور على الطريق بتاعك ده ليه؟ علشان اقدر اطلع عدد الحرف بتاعت الطريق واطلع سمك الطبقات يا باشمهندس بتاع الطريق بتاعي. فاول حاجه علشان اصمم الكروس سكشن بتاعي انا محتاج احجام المرور على مين؟ على هذا الطريق بتاعي يا باشمهندس. في مشكله في الكلام ده؟ طيب بعد كده الراجل مدي لك بقى الداتا بتاعت الاستراكشر ديزاين. لو انت هتصمم سمك هتحتاج الجدول ده يا باشمهندس، هنحتاجه في ايه وايه لازمته؟ هقول لك بعد شويتين. لذلك يا باشمهندس زي ما اتفقت معاك انت الالاينمنت خلاص يعتبر عملته صح؟ لكن اللي انت واقف عليها هي ايه؟ هي القطاع الانشائي بتاع هذا الطريق يا باشمهندس. ازاي نعمل القطاع الانشائي بتاع هذا الطريق؟ او نحدد سوري الكروس سكشن بتاع هذا الطريق يا باشمهندس. صح الكلام ده ولا ايه؟ طبعا اي داتا هندسه انت هتعملها او اي بيانات انت هتختارها او هتحسبها لازم على طول بتحطها فين؟ في كالكوليشن شيت وانت شغال. فوانت شغال كده يا باشمهندس بتعمل اي حاجه في المشروع لازم يبقى تحت ايدك حاجه اسمها ايه؟ الكالكوليشن شيت او النوته الحسابيه. ده كده وليكن مثال بسيط جدا لنوته حسابيه. والراجل يا باشمهندس وليكن في المحتويات بتاعتك بيقول لك انا في شابتر 1 هقول لك انتروداكشن، وده اكيد هتبقى الداتا بتاعت المشروع بتاعي. شابتر 2 هتكلم فيه على مين؟ جيومتريك ديزاين. مين الجيومتريك ديزاين ده؟ اللي هو التصميم الافقي للطرق والتصميم الفتح اللي هي المنحنيات الافقيه الرئيسيه. وخلي بالك احنا مش هنخترع في النوت، الكلام اللي احنا عملناه على السيفل هنجيبه ونحطه فين؟ هنا زي ما هنشوف دلوقتي حالا يا باشمهندس. بعدها تخش على الاستراكشر ديزاين. من يقول مين الاستراكشر ديزاين؟ اللي هو سمك طبقات الاسفل بتاعتك. بعدها يا باشمهندس الانترسكشن اللي هو الانترشينج. بعدها مين؟ التيبل اوف كوانتيتي اللي هي المقايسه بتاعتك يا هندس. في مشاكل في هذا الكلام؟ طب ما تيجي كده نستعرض النوته دي بسرعه عشان نشوف ايه اللي احنا هنحطه فيها، علشان زي ما اتفقنا لازم هنبقى ايه؟ لازم واحنا شغالين هنبقى معاه. زي ما قلت لك الانترودكشن هتلاقي راجل بيكلمك على الطريق ونوعه والداتا اللي هو مديها لك يا باشمهندس. بالنسبه للهوريزونتال الاينمنت الراجل ما اخترعش. اول حاجه يا باشمهندس هيعملها في الهوريزونتال الاينمنت ده هيعمل ايه؟ هيختار المسار صح؟ ونقول مختار المسار ده ازاي؟ مختار المسار ده ازاي؟ راعينا شويه شروط كده، فاكرين الشروط الكتيره اللي انا مديها لكم في النوتة يا باشمهندس؟ حتى الراجل راح جايبها ورميها فين؟ هو بس عادي متاح عادي اسرع ومفيش مشكله. فانت يا باشمهندس هتجيب من النوته اللي انا مديها لك او من الكتاب اللي انا مديه لك وتحط يا باشمهندس هنا اللي هي الشروط اللي احنا ايه شغالين عليها في اختيار المسار. بعدها الراجل مدينك ايه الداتا بتاعت الطريق بتاعك يا باشمهندس. بعد الداتا هتلاقيه راح داخل لك في الديزاين سبيد. وليكن ايه الديزاين سبيد دي؟ السرعه التصميميه. قال لك وليكن الطريق بتاعك الطريق بتاع الراجل ده اللي هو عامل عليه النوته كان هيصممه على كام؟ على سرعه 100 يا باشمهندس. بعدها يبدا يقول لي ايه بقى؟ بالنسبه للمسار بتاعك يا باشمهندس هيبقى فيه منحنيات ولا مفيش؟ اكيد فيه منحنيات صح؟
فانا هبدا اكلمك على كل منحنى على حد وليكن انا عندي منحنيين مثلا، فهبدا اكلمك على اول منحنى واقول لك ايه في المنحنى ده. ان التايب بتاع المنحنى يا باشمهندس، بص كده الراجل بيقول لك الفيرست كيرف بتاعك التايب بتاعه ايه يا باشمهندسينا؟ الراجل اختار سيمبل. طب مين يقول لي وليكن الريدس بتاع الراجل واخده كام؟ ب 800. الكروس الكيو بتاعتك اللي هي الكروس سلوب 2%. طب السوبر الفيجن ريت الراجل مسمى على كام؟ على 6%. انت عارف كده انت عملت ايه؟ عملت التصميم بتاع المنحنيات الافقيه يا باشمهندس. شفت الموضوع صعب ازاي؟ مين يقول لي هل دي حاجه مستاهله ولا الراجل يا باشمهندس انا هجيبها من البرنامج واحطها على طول؟ خلي بالك الموضوع ده هديها لك. هديها لك يا باشمهندس هيبقى الهيكل بتاع الموضوع ايه؟ معاك تظبط الارقام بتاعتك يا باشمهندس على البيانات التصميميه التصميميه بتاعتك. وطبعا في النهايه عايز لما ابص في النوته ما تبقاش كلها واحد، يعني ما تبقاش الجروب الاولى نفس الشكل نغير كل جروب ده مهمتكم انتوا الاساسيه بقى يا باشمهندس، انك تغير وتظبط وتضيف بيانات زياده وتقلل البيانات لو انت شايف الحاجه ايه مش متظبطه. طبعا الراجل هنا يا باشمهندس جايب لك الجدول ده بتاعه، ودي الفيجرز بتاعت القشطه. بقول لي القشط بيجيب الريدس بتاعي ده ازاي؟ والله يشكر يا عم، لكن دي معادلات بسيطه جدا. بقول لك وليكن في الكيرف الثاني يا باشمهندس واخد نوعه ايه؟ سبايرال. كيرف سبايرال الريدس بتاعه بكام والكي بتاعته بكام والال سبايرال بتاعته بكام يا باشمهندس، وبرده جايب لي ايه؟ القوانين بتاعت القشط يا باشمهندس. هل في مشكله في هذا الكلام؟ مدي لك الجدول، جايب لك الجدول. خلي بالك الجدول اللي احنا كنا بنخشه فين؟ في البرنامج كنا بنخش وليكن عند سرعه 100 رجاله عند سوبر اليفيشن وليكن 6% كان طلع كام؟ الراجل جاب لك جزء من التيبل اللي هو شغال عليه وحاطته لك هنا. فيها مشكله دي؟ كلها بيانات عامه مالهاش علاقه اصلا بالديزاين بتاعه. ده شكل مين؟ برضه صوره ثابته شونس دي السوبر اليفيشن بتاعك كده. بحمد الله خلص مين؟ الهوريزونتال. طب بعدها يا باشمهندس الفيرتيكال، هتلاقي في الفيرتيكال ده بيكلمك على ايه؟ زي ما احنا ماشيين، اول حاجه احنا بنعمل ازاي ديزاين جريد؟ ده انا مش عارف بحترم الفيكسد بوينت وبحترم الماكسيمم جريد وبحترم المينيمم جريد، فمدي لك الشروط اللي بيعمل عليها ديزاين جريد. طبعا ده التيبل بتاع مين يا رجاله؟ بتاع الماكسيمم جريد بتاعك، برده كلها بيانات عامه وثابته مش هنختلف فيها كثيرا. ده كله بيانات عامه يا باشمهندس، برده ده الطول بتاعك اللي هو الطول الحرج. هنا هتلاقي الراجل بيعمل لك تشيك على فيرتيكال كيرف عنده يا باشمهندس، على الاقل لازم يعمل تشيك. طبعا ده ايه لمين يا شباب؟ الاليمينيمم. مين يقول لي مين الاليمينيمم ده؟ 60% اه اللي هو 0.6 من السرعه بتاعتك، والراجل واخده بكام يا باشمهندس؟ الراجل هياخد لك يا باشمهندس برده قيم الكي. مين يقول لي قيم الكي ده هجيبها منين؟ من التيبل مباشره. اهو جايب لك التيبل بتاع البرنامج. التيبل ده برده هو مش مخترعه، جابه من الكود يا باشمهندس. بعدها الجيومتريك ديزاين برده ما زال في التيبلز بتاعت الكي والكريست وما الى ذلك يا باشمهندس. ايه رايك؟ صعب الكلام ده؟ برضه على فكره المفروض هنا على الاقل بتعمل لي تشيك على فيرتيكال كيرف ستريس، وتعمل لي تشيك على فيرتيكال كيرف سيك، يعني بتجيب لي فيرتيكال كيرف من الديزاين بتاعك كده يا باشمهندس ستريس واحد سيك، وتعمل لي تشيك عليهم وتحسب لي الحسابات بتاعتهم. هو هنا حتى ما عملش ايه؟ شويه بيانات عامه. يعني انت لو هتاخد دي يا باشمهندس هتسيبها ايه؟ مع ان الكلام ده المفروض ما يتسجلش على فكره. الحته بقى يا باشمهندس اللي احنا المفروض نقف عندها، مين ده؟ ها؟ مين يقرا؟ عدد الحرارات ايه؟ عايزين نصمم عدد الحرارات بتاعتك يا باشمهندس. علشان تصمم عدد الحرارات، هتلاقي يا باشمهندس اول حاجه مطلوبه لي هي مين؟ الجدول بتاع احجام المرور. الراجل ده مدي لي الجدول بتاع احجام المرور يا باشمهندس اللي هو ايه؟ كان الراجل مديهولي. من الجدول بتاع احجام المرور ده يا باشمهندس بيعمل ديستريبيوشن للتريبس اللي هي حاجه بنسميها احنا عندنا الايه؟ الترافيك اساين. ايه الترافيك اساين؟ اللي هي تخصيص الرحلات على مسارات الشبكه يا باشمهندس. طب بنعملها ازاي دي؟ موضوع بسيط جدا وتافه يا باشمهندس بالشكل اللي قدامك ده. بص كده هنعمله ازاي الترافيك اساينمنت ده؟ يبقى انا علشان دلوقتي اعمل ايه؟ بص اعمل الكروس سكشن يا باشمهندس ديزاين. عايزين اول حاجه رقم واحد نطلع النمبر اوف ليز، عدد الحارات يا رجاله. عشان تطلع العدد الحارات لازم اولا هتعمل حاجه اسمها يا باشمهندسينا اولا اللي هي ايه؟ هنعمل حاجه اسمها الترافيك اساين. مين الترافيك اساين دي؟ اللي هي توزيع احجام المرور اللي انا مديها لك على مين؟ على مسارات الشبكه الطرق بتاعتك يا باشمهندس. ازاي؟ اولا هتعمل لي يا باشمهندس لوحه محترمه جدا كده. اللوحه دي بتشتمل على المسارات الطرق الاكزيستنج. كان عندنا مسار كده وكان عندنا مسار متدلع شويه كده، كان عندنا مسار المناسب كده، بعدها في مسار من هنا لهنا كده، وفي السكه الحديد اللي مالهاش علاقه بيها يا باشمهندس في البلاد. تمام؟ وهحط المسميات بتاعتي. سمينا ده مين؟ A B C D E F بعدها يا باشمهندس سينرجي. في مشكله؟ وهبدا احط المسار بتاعي انا بقى، وليكن انا الجروب رقم كام؟ واحد، فاحط المسار بتاعي، وليكن المسار بتاعي يا باشمهندس كان من منين لفين؟
ولكن الراجل كان عايزه خط مستقيم من الطريق ده للطريق ده كده باشمهندس. المشكله في الكلام ده، خلي بالك مهمتك الاساسيه انك تطلع احجام المرور على عامل الطريق بالظبط بتاعك على الطريق بتاعك. يعني انا مهمتي الاساسيه يا باشمهندس اقول ان عندي في كام عربيه هتمشي على الطريق ده وكام عربيه هتمشي على الطريق ده. مين يقول لي يا ترى انت عايز كام عربيه في الاتجاه الواحد ولا في الاتجاهين؟ في الاتجاهين يا باشمهندس. طب ازاي بقى اطلع احجام المرور دي يا باشمهندس؟ هبدا اعمل اساينمنت لكل الرحلات اللي عندي يا باشمهندس. ازاي؟ هرجع تاني للجدول اللي الراجل مديهولي بتاع الداتا اللي هو ده، وهبدا يا باشمهندس ادرس ايه؟ كل رحله من الرحلات اللي عندي. ولكن مين يقول لي اول رحله عندك يا باشمهندس او اول رحلات عندك هتطلع من ايه لفين؟ هتطلع من ال A لل B وكام رحله؟ 9000. مين جدع وشاطر يقول لي بقى ال 9000 دول اللي عايزين يطلعوا من ال A يروحوا لل B هيمشي على انهي طريق يا باشمهندس؟ اولا هيمشي على الطريق ده في الاتجاه ده ولا لا؟ بعدها هيمشي على الطريق ده في الاتجاه ده ولا لا؟ مين يقول لي يا ترى لهم دخل بالطريق بتاعي خالص؟ خلاص يا عم ده دول ما لهمش علاقه بالموضوع بتاعي. طب مين يقول لي من ال A لل C كام رحله؟ 1000. يا ترى هيروحوا فين دول بقى يا باشمهندس؟ بص كده، من ال A عايزين يروحوا فين؟ لل C. هيعملوا ايه دول بقى يا باشمهندس؟ اولا هيمشوا على الطريق ده ولا لا؟ يعني الطريق ده ولكن في الاتجاه ده قلنا اول حاجه في عندنا 9000 وان كان مش مؤثر بالنسبه لنا بس بنكتبها. بعدها يا باشمهندس عندك كام؟ 1000. بعدها يا باشمهندس مين يقول لي ال 1000 ده هيروح يعمل ايه؟ هيجي من هنا كده ويعمل رايت تيرن هنا كده يا باشمهندس صح؟ يا ريت بقى لو انت عايز كمان تاخد في اعتبارك الديزاين بتاع الانترتشينج، لان الديزاين بتاع الانترتشينج هيحتاج عدد العربيات اللي هتعمل رايت تيرن وليفت تيرن كمان صح؟ فيفضل يا باشمهندس عند اماكن التقاطعات تروح تعمل لي زي وصله كده يا باشمهندس للانتقال. يعني انا هعمل وصله كده للرايت تيرن يا باشمهندس. مين يقول لي الاف ده هيجي يعمل ايه؟ ماشي على الطريق ده، بعدها يجي هنا يمشي على مين؟ على الوصله بتاعت الرايت تيرن اللي انت هتعملها دي. بعدها يا باشمهندس يروح فين؟ هيمشي على الطريق الجديد اللي انت عملته في انهي اتجاه؟ بذاك الاتجاه صح؟ مين يقول لي بعدها؟ هيبدا يا باشمهندس عايز يروح على الطريق ده صح؟ وهيمشي على الطريق ده في انهي اتجاه؟ مين يقول لي في الرايت ولا في الليفت؟ ده المفروض عايز يعمل ليفت يا باشمهندس ويروح في الاتجاه ده وليكن حاجه بالمنظر ده كده صح؟ كام يا باشمهندس ده؟ ال 1000 برضه يا باشمهندس. تمام؟ لو موضوع التقاطعات هيعمل لك مشكله سيبه دلوقتي. يعني لو موضوع التقاطعات ده يا باشمهندس هيعمل لي مشكله ممكن اسيبه دلوقتي واطلع مين؟ احجام المرور على طرق الاستريت بس، وبعد كده لما هنشوف التقاطعات ده هنتعامل معاها ازاي. المشاكل؟ يبقى انا عرفت كده الحمد لله اول حاجه في عندي 1000 رحله هم يا باشمهندس هيمشوا على مين؟ على الطريق بتاعي. خلصت ولا لسه؟ لسه بدري. عندك مين يا باشمهندس؟ من ال A لل D كام رحله؟ 1000 رحله برضه. مين يقول لي من ال A لل D دول هيمشوا فين؟ اول حاجه من ال A عايز يروح فين يا رجاله؟ عايز يروح في اهي صح؟ بعدها يجي من هنا لهنا صح؟ بعدها يمشي من هنا لفين؟ يبقى هيستخدم الطريق بتاعي في انهي اتجاه؟ برضه ما زال في نفس الاتجاه يا باشمهندس وعندي 1000 كمان. بعدها يروح لمين؟ ال D بتاعتي خلاص هيمشي على الطريق القديم ما عنديش في مشكله. بعدها من الاي من الاي لل اي يا باشمهندس كام؟ 500. مين اللي هيروح فين دول؟ من الاي عايز يروح الاي يا باشمهندس. مين اللي هيمشي فين ده بقى؟ اول حاجه هيمشي على الطريق ده مش بتاعي، بعدها يمشي على الطريق ده في نفس الاتجاه فبكتبها تحت 500. بعدها يا باشمهندس هل هيقف ولا هيكمل؟ هيكمل، معناه انه هيمشي طوال ياخد 500 بعدها ينتهي لمين؟ خلاص يا باشمهندس مفيش علاقه بيه. من الاي للاف كام؟ 500. مين يقول لي فين الاف بتاعتك؟ تحت يا باشمهندس. فيجي من هنا ينتقل لحد فين؟ لحد النقطه دي. بعدها يبقى في عندي هنا كود كمان 500. بعدها يا باشمهندس في هنا كام؟ 500. بعدها يروح للاف ماليش علاقه بيه. من ال A لل G ها؟ 300. من ال A هيجي هنا اللي هيوصل الطريق بتاعي ولا لا؟ قلنا كام دول؟ 300. 300 يا باشمهندس. بعدها يخش 300 برضه، هيخش هنا 300 ايضا. بعدها يا باشمهندس يروح للG بتاعتي خلاص كده. الحمد لله انا خلصت ايه؟ الرحلات اللي هتطلع من ال A وتروح للكل يا باشمهندس. نفس الكلام هتركز عند مين؟ من ال B لل A يا باشمهندس كام رحله؟ 9000. 9000. مين يقول لي فين ال B لل A؟ من ال B هيروح لل A. مين يقول لي هيمشوا فين دول؟ مالناش علاقه بيهم خالص يا باشمهندس، ده هيمشوا على الطريق الموجود. طب من ال B لل C كام رحله؟ 1000 رحله. مين يقول لي هيروحوا فين دول بقى؟ من ال B عايز يروح ال C، هيعمل ايه يا باشمهندس؟ هيجي من هنا كده يوصل للنقطه دي، بعدها هيمشي في انهي اتجاه؟ يا ترى الاتجاه ده ولا العكسي؟ الاتجاه ده. يبقى كام يا هندسه؟ 1000. بعدها هيكسر يا باشمهندس في الشمال ويروح يمين، خلاص مالهاش علاقه بيه. من ال B ل كام؟ 1000. فين ال D؟ اهي يا باشمهندس هيمشي فين برضه؟ يطلع فوق على، يعني هيجي هنا كده، بعدها يروح الوصله بتاعتي نفس الاتجاه. بعدها من ال D ل ال E يا باشمهندس كام؟ 500. 500.
من البي للبي 500 معناها هيمشي فين؟ هيمشي هنا 500 وهيمشي خلاص احنا عملنا عمود السيل عشان في وصله كان في اكتر خلي بالك الطريق بتاعك متكوره مش واصله من وصلتين وصله هنا لازم كل واحده لينك طبعا لان انت شايف من قدامك وحابب المرور على الوصله دي زي دي ولا اختلف فعشان كده لازم بتعامل مع كل وصله على حده مش طيب على يا باشمهندسين من البي للاف 500 فين البي للاف من البي عايز يروح الاف يا باشمهندس امشي هنا ولا لا بعدها امشي سوري الاف تحت من هنا 500 و500 يا باشمهندس طب بعدها من البي للجي 400 400 امشي هنا ولا لا بعدها امشي هنا ولا لا مين يقول لي بعدها اركز يا باشمهندس عند مين عند السي وروح للاي عند السي وروح للاي كام هيروح فين بقى من السي عايز يروح للاي يا باشمهندس هيوصل هنا بسلامه كده بعدها ياخد اليمين بتاعه فيبدا يمشي فين في الاتجاه العكس كام ده بس قلنا الف يا باشمهندس بعدها الى رحمه الله ثم من السي للبي الف من السي عايز يروح فين رجاله البي بيقول هيعمل ايه برضه على نفس الوصله يا باشمهندس حد عنده مشكله نفس الكلام ده يا باشمهندس لكل مين لكل التريبس اللي معاك ومنه في النهايه هبدا يا باشمهندس اجمع حجم المرور هنا في الاتجاهين هطلع حجم المرور فين؟ في التو دايركشن لما اجمع ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده الاقي يا باشمهندس وليكن حجم المرور هنا مثلا 18000 فيكل على نقول على ايه ولا على الساعه؟ على ايه ولا على الساعه؟ بص في الوحده اللي قدامك الله ينور يا كريم فعلا لازم ابص في الوحده اللي قدامي مش انت احجام المرور دي يا باشمهندس الراجل اوريدي مديها لك اهي ولازم على فكره تعرف فيها حاجتين ايه هما؟ الوحده بتاعتها ايه والتايم بتاعها ايه؟ هو ده حجم المرور النهارده ولا في الفيوتشر؟ ده حجم المرور النهارده صح؟ انا رسمت الطريق ده رسمه النهارده ولا في الفيوتشر؟ في الفيوتشر فعشان كده يا باشمهندس هتطلع حجم المرور بتاعك ده 1800 فيكل على الجاي ده امتى؟ بتاعت البريزنت بعد ما اطلع الفيوتشر وهنا هنشوف دلوقتي حالا وهنا يا باشمهندس اجمع ده زائد ده زائد ده زائد ده يطلع معايا وليكن 17000 فيكل على الجاي بتاعت البريزنت يا باشمهندس الدكتور مدينا الحاجات دي ولا؟ ايوه دي المساله بتاعت النقل في مكسب انا مدي لك يا باشمهندس مدي لك الداتا انا ظبطت لك الداتا اهو معاك الداتا بتاعتها اوكي مش هنسيطر طيب انا كده يا باشمهندس الحمد لله وصلت لاول حاجه انا محتاجها ايه هي؟ احجام المرور على الوصلات بتاعتي يا باشمهندس صح؟ مين يقول لي بقى لو سيادتك معاك احجام المرور دي هتعمل بيها ايه؟ تعمل بيها ايه؟ بص كده في النهايه يا باشمهندس انا هنصح بقى كل الكلام اللي انا عملته ده خلي بالك الكلام ده بحطه في النوته ولا لا؟ بحطه في النوت حتى الراجل يا باشمهندس عامله قدامك اهو وعامله ايه شكل كده مبدئي قال لك ان انا وزعت الرحلات بتاعتي على الطرق واخد لك مين؟ احجام المرور في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده على الطريق بتاعه يا باشمهندس ومنه راح مطلع لك مين هندسه؟ الافرج ديلي ترافيك بتاعه ولكن كان كام؟ 17000 في مشكله في الكلام ده؟ طيب مين يقول لي بعد لما عرفت يا باشمهندس حجم المرور على الطريق ده او على الوصله دي طلعت حجم المرور يا باشمهندس على الوصله دي زي ما اتفقنا كام؟ 18000 وعلى الوصله دي وليكن كام؟ 17000 مين يقول لي؟ يا ترى يا باشمهندس هتصمم كل وصله لوحدها ولا هتصمم كله طريق واحد؟ دايما ودائما هصمم كله طريق واحد ومنه هوصل للافرج ديلي الترافيك بتاع الروت بتاعي يا باشمهندس بتاع الطريق كامل وطبعا هوصل له فين؟ في التو اي مين يقول لي يعني في التو اي؟ حجم المرور في الاتجاه مين يقول لي اخد مين؟ يا ترى اخد ده ولا اخد ده؟ ولا اخد المتوسط ولا اخد الاكبر؟ هاخد الماكسيمم يا باشمهندس هاخد الاكبر من الاثنين فده هيبقى بيساوي الماكسيمم من الفي 1 والفي 2 او الفي 3 زي ما انت عندك ولكن انا عندي كام واحد؟ مين يقول لي هيبقى كام يا باشمهندسين؟ قلنا هيبقى 18000 فيكل على الدي يا باشمهندسين طبعا ده قد ايه؟ قد البريزنس الحمد لله وصلت لحجم المرور بتاعي اذا الحجم المرور اللي سيادتك هتعمل عليه الديزاين هو مين؟ هو ال 18000 مين جدع وشاطر اللي قلته؟ هو انا يا باشمهندس لما اجي اعمل ديزاين هل بعمل ديزاين على حجم المرور في البريزنت ولا في الفيوتشر؟ مين يقول لي ازاي في الفيوتشر؟ يبقى اول حاجه هاخد حجم المرور البريزنت ده واجيبه في المستقبل يا باشمهندس هجيب الفيوتشر افريج ديلي ترافيك هيساوي ايه يا عم؟ قال لك هيساوي الكرنت افريج ديلي ترافيك اللي هو معاك ولا مش معاك؟ في واحد زائد الار بلس ان صح؟ مين يقول لي الكرنت عندك كام؟ 18000 يا باشمهندس في واحد ده رقم الار بكام؟ ارجع للداتا صح؟ بص كده يا باشمهندس في الداتا اللي الراجل مديها لك هتلاقيه مدي لك مين؟
بص كده هتلاقيها باشمهندس في الداتا بتاعتك بالنسبه للطريق النيول بقى اللي سيادتك بتصممه، هتلاقيها باشمهندس مدي لك الانوال جروس ريت بكام؟ 3%. يبقى الار بتاعك ب 3% تاخد 3 على 100 باشمهندسين في واحد لكل سن، كان بكام؟ 15. بكام؟ 15. 15 يا باشمهندسين اللي هي عدد السنين بتاعتك، معلش. عشان نصه. بكده يا باشمهندس ابدا اتنبأ بمين بحجم المرونه في المستقبل، وليكن لما اضربها باشمهندسين قول مثلا هيوصل لحد 25,000 فيكل على الدي يا باشمهندس، طبعا هيبقى بين فين بقى؟ في الشيل فيوتشر. صعب الكلام ده؟ ده ولا الهب؟ صح الكلام ده ولا ايه؟ خلي بالك انا بضرب اي ارقام، الكلام ده هتقول ايه؟ ماشي. طيب بعدها يا باشمهندس برضه قبل ما تبدا تخش وتعمل ديزاين لازم من او بمعلوميه الفيوتشر افريج جرافيكس تجيب الفيوتشر ديزاين اورلي فوليوم. يعني انا لما بعمل ديزاين بعمل ديزاين على الافريج جيل جرافيك ولا على ديزاين اور فوليوم؟ ديزاين اور فوليوم. مين اللي قال ازاي ده؟ صح. كنا بنقول لك يا باشمهندس هيساوي الفيوتشر ديزاين الافريج جيل جرافيك اللي معاك ولا مش معاك؟ الفيوتشر الافريج جيل جرافيك اللي انت وصلت له في معامل اسمه ايه؟ كي. كي صح الكلام ده؟ مين يقول لي الفيوتشر ده بكام؟ 25. وصلنا له 25,000 في كام؟ مديها لك في الداتا يا باشمهندس دي بوينت 1 3. من هنا يا باشمهندس تضرب ده في ده وليكن نقسمه على 10 تطلع معاك ام وليكن 2800 مثلا. اللي هيبقى اقل كده بقى اقل من ضربه في يعني هيبقى اقل يا باشمهندس 2800 مثلا. مين يقول الوحده بتاعتك ايه؟ فيكل على الاور بتاعتك يا باشمهندس. صعب الكلام ده؟ انا كده جبت احجام المرور بتاعتي بالساعه يا باشمهندس. في مشاكل؟ جميل جدا جدا جدا. مين يقول لي بقى انت دلوقتي سيادتك جاهز انك تعمل ايه؟ طبعا انت عايز بقى عايز تطلع عدد الحرارات هتقدر تطلعها، عايز يا باشمهندس تطلع الاستراكشر ديزاين بتاعك وتطلع صوره الطلبات هتقدر ايه؟ هتقدر تطلعها. ولكن النهارده يا باشمهندسين عايزين نطلع عدد الحرارات، هطلعها ازاي؟ عندنا طرق كتير جدا لاستخراج عدد الحرارات. لو انت عايز يا باشمهندس الراجل هنا كاتب لك طريقه بس مش دي اللي انا هشتغل عليها. في النوت الحسابيه اللي عندك دي هتلاقي يا باشمهندس الراجل ايه؟ طبعا هو حسب يا باشمهندسين مين؟ حجم المرور بتاعه في الفيوتشر جابه وليكن ب 27,000، بعدها يا باشمهندس حول لي حجم المرور بتاعه لحجم المرور في معاملات التحويل، اللي هي بقى بيبدا يصمم، بس احنا هنا بنصمم من خلال معادله اسمها النمبر اوف لين بتاعك هتساوي ديزاين اور لفوليوم على حاجه اسمها الكباستي، بس بتاخد ديزاين اور لفوليوم ده بتعمل له شويه ايه؟ شويه تحويلات كتيره كده يا باشمهندس، اللي هي بتضربه في الكي، بعدها بتحوله للباسنجر كار، مش عارف بتعمله ايه؟ موضوع كده فيه يعني ابسط حاجه انك هتاخد حجم المرور اللي عندك تقسمه على الكباستي صح؟ بس الكباستي ده يا باشمهندس بيبقى فيها شويه تعديلات معينه. طيب الطريق الاسلم والاعم واللي انت هتشتغل بيه بره يا باشمهندس طبعا انت هنا بتصمم طريق حر ولا اكسبريس؟ طريق حر يا باشمهندس. علشان تصمم احجام المرور او عدد الحرارات بتاعتك لطريق حر لازم بنعتمد على حاجه اسمها الاتش سي اللي هو الهاي كباستي مانوال. والهاي واي كباستي مانوال علشان يا باشمهندس تجيب بيها عدد الحرارات ليها ميثودولوجي كبيره شويتين. هل هنخش في الميثودولوجي دي؟ لا خالص. الاتش سي ام ليها ميثودولوجي صعبه ورخمه، فعلشان كده يا باشمهندس رح تعمل لك حته مين؟ برنامج بسيط جدا 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 هتدخل له شويه داتا هو يطلع لك منها. انت بتقول نشوفه؟ اذا يا باشمهندس لما اجي اصمم هطلع احجام المرور بتاعتي وهستخدم برنامج اسمه ايه؟ الاتش سي اس اللي هو الهاي واي كباستي سوفت وير. علشان نستخدم البرنامج ده بس ده حاجه ليكم انتوا كده يعني هروح كده يا باشمهندسينا انا طلعت حجم المرور بتاعي خلاص صح؟ مباشره يا باشمهندسين هنخش على البرنامج بتاعنا بس ما نوصل بس بسلامة الله. حد شايف ال اتش سي اس؟ باشمهندسينا
ولا لسه؟ برضه وفات على عام تحت. طيب بصوا كده معايا يا باشمهندسين، هو ده برنامج اهو بسيط اسمه ايه؟ اسمه الاتش سي اس اللي قدامك، ده برنامج الاتش سي اس يا باشمهندس. هتفتح البرنامج ده هتلاقي فيه شويه حاجات، وليكن انا هروح دلوقتي انا عايز اصمم مين؟ انا عايز اصمم عدد الحرارات لمين؟ هو برضه مش لايت ليه؟ للفري واي يا رجاله. طب تقربوا مني هنا طيب؟ قربوا قربوا. بص كده بص كده، ده البرنامج بتاعنا، ده البرنامج. هتفتح يا باشمهندس طبعا ده برنامج الاتش سي اس ده اهوت، هتفتحه هتلاقي فيها يا باشمهندس ده على فكره الواجهه بتاعت البرنامج الاساسي اللي هي فيها كل الحاجات اللي انت عايزها يا باشمهندس. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ديزاين لقطاع فري واي صح؟ فاروح يا باشمهندس افتح مين؟ اريح دماغي وافتح يا اما الفري واي اللي هو الملف لوحده، او ممكن من القائمه الرئيسيه يا باشمهندس اختار حاجه اسمها الايه؟ الفري واي بتاعتك. هتلاقي هي ده تقريبا والله اعلم، او هتقف عليها يا باشمهندس هتلاقيه بيقول لك ايه؟ انا هروح افتح مين؟ الفري واي. ومن الفري واي يا باشمهندس طبعا هقول له اوكي، هتلاقيه راح فاتح لك حته الشاشه بسيطه جدا بالمنظر ده. منه من قائمه فايل يا باشمهندس هقول له نيو، هتلاقي راجل بيسالك هو انت هتعمل ديزاين ولا هتعمل اوبريشن؟ يعني ايه اوبريشن؟ هل الطريق بتاعك موجود وانت عايز تقيمه؟ يعني عايز تطلع له ليفل اوف سيرفيس ولا عايز تعمل ديزاين؟ لا ده انا عايز اعمل ديزاين، فاقول له عايز اعمل ديزاين اوكي. منه يا باشمهندس هيفتح لك حته شاشه بسيطه جدا كده، الشاشه دي هتبدا تدخل له شويه داتا اوتوماتيك، هتلاقيه بيطلع لك في الاخر مين يا باشمهندس؟ النمبر اوف لينز ريكوايرد. خلي بالك ده طبقا لمين؟ للاتش سي ام اللي هو الاتش سي ام اللي هو الهاي واي كاباستي مانوال. لو عايز تعرف راجل بيخش في انه قوانين وبيدخل بايه وبيطلع بايه، يخش على مين؟ على الشابتر بتاع الفري واي في الاتش سي ام يا باشمهندس، هتلاقيه كاتب لك المعادلات دي تفصيل. طيب اول حاجه هيطلبها منين؟ طبعا هنا بيطلب منك شويه بيانات ايه؟ عامه خاصه بالمشروع وباسمك، ما يهمنيش كتير. انا اول حاجه يا باشمهندس هتهمني هي مين؟ الفوليوم. مين الفوليوم ده؟ حجم المرور اللي انت هتصمم عليه. وخلي بالك بيطلب منك بوحده مين؟ فيكل بير اور يا باشمهندس، فيكل بير اور. مين يقول لي كام ده؟ انت هتصممه بقى على الافرج ديلي ترافيك ولا على الديزاين؟ يطلب منك الديزاين اور لفوليوم، ولكن طلعناه بكام؟ وليكن 2300 يا باشمهندس. طب بعدها بيطلب منك حاجه اسمها البيك اور فاكتور اللي هو البي اتش اف، عارفينه ولا مش عارفينه؟ اه هناخده بكام؟ المفروض ده انا بجيبه من الحصر، بس الكود المصري بتاعنا بيقول لنا، ولكن لو مش موجود ناخده بكام؟ في حدود 0.92 يا باشمهندس. بعدها بيسالك على نوع الارض، هل الارض بتاعتك يا باشمهندس ليفل ولا رولينج ولا ماونتين؟ هل الارض بتاعتك مستويه ولا متعرجه ولا جبليه؟ جبليه. ده احنا عندنا الدكتور محمد مظبطنا فين؟ في الجبال بتاعتنا يا باشمهندس. بعدها هتسيب كل حاجه بعد كده ايه؟ زي ما هي. اهم حاجه عندك اخر حاجه هتلاقيه بيسالك على مين؟ الليفل اوف سيرفيس، مستوى الخدمه اللي سيادتك عايز تعمل عليه ديزاين يا باشمهندس. مين يقول لي ايه؟ ما جبته منين ده؟ ارجع ليه الداتا بتاعتي هلاقي يا باشمهندس راجل بيقول لي الطريق بتاعك هتصممه على مين؟ على ليفل اوف سيرفيس بي. تخش يا باشمهندس تغير الليفل اوف سيرفيس بتاعك من مين؟ من السي للبي. كده يا باشمهندس الراجل عمل الديزاين بتاعه خلاص. شفت الموضوع تافه ازاي؟ دخلت له ايه تاني؟ حجم المرور، دخلت له البي اتش اف، قلت له نوع الارض بتاعتي جبليه، دي معاملات كلها ثابته يا باشمهندس. بعدها ايه؟ اديت له مستوى الخدمه بتاعي. هتنزل تحت يا باشمهندس تلاقي الراجل بيقول لك ايه؟ الريكوايرد نمبر اوف لينز كام يا باشمهندس؟ ثلاث حارات. سته. يبقى عدد الحارات بتاعتك يا باشمهندس هو مين؟ ثلاثه. خلي بالك الثلاثه دول التوتال، عدد الحارات التوتال يا باشمهندس ثلاثه. انا مش اتجاهات، معناه ان انت محتاج مين؟ محتاج اربع حارات. ده معناه ان انا محتاج اربع حارات يا باشمهندس. هو الراجل بيطلع لك الكالكوليتد، يعني بيقول لك الفلوريد بتاعك دي 2500. حجم المرور ده محتاج ثلاث حارات على حسب الحجم. ما هو بيقول لك حجم المرور ل 2500 محتاج ثلاث حارات يا باشمهندس. طبعا انا لا، حجم المرور اللي هيطلع لي او عدد الحارات اللي هيطلع لي مش هينفع اخدها فرديه، لازم اخدها ايه؟ زوجيه. من يقول لي هقرب لفوق ولا لتحت؟ ده معناه ان بيقول لك الطريق بتاعك لو عليه 2300 عربيه يا باشمهندس محتاج مين؟ اربع حارات في الاتجاهين، معناه ان انت محتاج يا باشمهندس اربع حارات في الاتجاهين. طبعا بيقول لك الليفل اوف سيرفيس بكام والفلو سبيد بتاعتك بكام، كل حاجه. انا اللي يهمني مين؟ عدد الحارات. هتاخد ده يا باشمهندس من يا اما تاخدها برنت سكرين عندك في النوته، يا اما بتطلع يا باشمهندس تحت هتلاقي على فكره ده ريبورت. ده الريبورت بتاعك بتاع الديزاين، هتلاقي مدي لك فيه كل الانبوتس ومطلع لك فيها يا باشمهندس كل الاوت بوتس بتاعتك. يا اما بتاخد ده يا اما بتاخد مين؟ الريبورت اللي عندك تحت ده. اه طبعا. اه انت هتقول انا اشتغلت بالبرنامج الاتش سي اس، خلي بالك ده هيزودك وهيعليك جدا. والله؟ اه طبعا. ومنها يا باشمهندس هتاخد ده كبرنت سكرين تحطه فين؟ في النوتة بتاعتك يا باشمهندس. في مشكلة في الكلام ده؟ إذا أنا لما هحسب عدد الحارات هحسبها بمين؟ بالاتش سي اس. ده مين الاتش سي اس ده يا عم؟
ده البرنامج بتاع الديزاين بتاع باشمهندس الخاص بمين؟ الخاص بالاتش سي ام ال الهايوي كاباسيتي مان. طبعا الهايوي كاباسيتي مان ده غني عن ايه؟ غني عن التعريف يا باشمهندس. في مشاكل في هذا الكلام؟ طب جميل قوي. ولكن من هنا يا باشمهندس قدرت اطلع مين عدد الحارات بتاعته، وعرفت ان عدد الحارات كلها تبقى ايه؟ خلي بالك انت عندك حجم المونو هيبقى اعلى من كده، يعني انت هتلاقي في المشروع بتاعك اتليست محتاج 6 حارات يا باشمهندس، اللي هو 3 وايه؟ 3 و3 هندسه. كده يا باشمهندس قدرت اطلع مين؟ زي ما اتفقنا قدرت اطلع عدد الحارات بتاعتي، وعرفت عدد الحارات بتاعتك كام يا باشمهندس. هل بناء على عدد الحارات دي هندسه تقدر بقى ترسم القطاع العرضي بتاع هذا الطريق؟ اقدر ارسم القطاع العرضي بتاع هذا الطريق. الطبقات دي هشرحها لك المره الجايه، اللي هو السمك بتاع الطريق. طبعا هنحتاجها في الكروس سكشن بتاع الطريق، بس انا دلوقتي هحطها وهحسبها لك، هقول لك هتحسبها ازاي بالظبط المره الجايه. مش هدخل النهارده، مش هنلحق. طيب لو انا دلوقتي زي ما قلت لك طلعت عدد الحارات بتاعتي هندسه وعايز ابدا ارسم القطاع العرضي ده، هل ممكن؟ ممكن. مين يقول لي ارسمه ازاي؟ ابسط طريقه يا باشمهندس، روح على اليمين على طول، روح للسيفل وارسمه على انه اسمبلي مباشره، وبعد كده ابقى اطلع لوحه التيبيكال دي عادي جدا. طب مين جدع وشاطر يقول لي يا ترى يا باشمهندس الاسمبلي بتاع اللي هرسمه ده هيبقى فيه جزيره ولا مش هيبقى فيه جزيره؟ اكيد جزيره. طب لو فيه جزيره عرضها كام؟ في شولدر داخلي ولا مفيش؟ طب الحارات خلاص عرفتها، ولكن ثلاث حارات، طب عروضها ايه؟ طب في طبان ولا مفيش؟ طب لو في طبان عرضه كام؟ طب الميول بتاعتي هجيبها منين؟ ده كله يا باشمهندس لو سيادتك عايز تطلعه، انا خلاص كده عملت الديزاين بتاع عدد الحارات تمام صح؟ لو عايز تطلع المواصفات بتاعت القطاع العرضي بتاعك سيادتك هتطلع جري على مين يا باشمهندس؟ على الكود المصري. معلش بقى كل حاجه بتدخل في بعضيها ماشي؟ هنروح على الكود بتاعنا يا باشمهندس، ومن الكود هتوصل ليه؟ خليكم في الفاكولتي. هتوصل ليه الكود بتاعك يا باشمهندس، ومن الكود هتروح لجزء كام؟ جزء 3، ده جزء التصميم الهندسي يا باشمهندس اللي هو جزء رقم 3، ومنه هروح لشابتر رقم 3، يبقى في جزء رقم 3 هروح لشابتر كام؟ اللي هو القطاع العرضي يا باشمهندس او مكونات القطاع العرضي بتاع الطريق، ومنه هبدا اسال الراجل وهو يجاوبني مباشره. ازاي يا باشمهندس؟ بص كده يا باشمهندس عناصر مين؟ القطاع العرضي بتاعك اللي هو شابتر 3 صفحه كام؟ 107. وزي ما قلت لك اي حاجه هتطلعها على طول هتحطها فين؟ في النقطه الحسابيه. خدها ازاي؟ برنت سكرين. ابسط حاجه عندك يا باشمهندس اي جدول هتاخد منه داتا او هتدخل منه الكود على طول ايه؟ خد برنت سكرين وهتكتب فوق ده جدول كذا جبت منه كذا صفحه كذا فين؟ في الكود مباشره يا باشمهندس. هتلاقي الراجل بقى بيكلمك على ايه؟ هتلاقي الراجل بيبدا يكلمك على مكونات القطاع العرضي العاديه، ومنه يا باشمهندس هيبدا في اول تيبل عندك يدي لك مين هندسه؟ العروض بتاعت الحارات بتاعتك. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اتفقنا الطريق بتاعنا فيه حارات ولا ما فيهوش حارات؟ فانا عايز ارسم القطاع بتاعي خلاص، عشان ترسم القطاع يا باشمهندس ولكن ادي السنتر لاين بتاعك اهو، وبعد السنتر لاين هيبقى في عندك كام حاره يمين وكام حاره شمال؟ ولكن طبقا للديزاين بتاعنا كان عندنا كام حاره رجاله؟ ولكن حارتين، اثنين لين يا باشمهندس واثنين مين؟ واثنين مين؟ مين يقول لي بقى عرض الحاره الواحده كام؟ اجيبه ازاي؟ زي ما تجيبه من التيبلز اللي قدامك ده يا باشمهندس. هتلاقي راجل بيسالك هو الطريق اللي سيادتك بتصممه ده طريق خلوي ولا طريق حضري؟ خلوي. يعني ايه خلوي؟ طريق صحراوي صح الكلام ده؟ لا. طب نوع الطريق اللي سيادتك بتصممه ده يا باشمهندس هل هو شرياني رئيسي ولا شرياني ثانوي ولا تجميعي ولا محلي؟ وليكن لو شرياني رئيسي هيبقى ايه؟ لو شرياني ثانوي؟ لو تجميعي؟ طب الطريق بتاعي يا باشمهندسين؟ والله هو من الاسم ان هو اعلى حاجه، اللي هو الفري واي ده من الاسم ان هو اعلى حاجه، اللي هو ايه؟ بس انا مين قال ان الطريق الفري شرياني رئيسي يا باشمهندسين؟ لو سيادتك عايز تعرف التصنيف بتاع الطريق بتاعك يا باشمهندس ارجع للشابتر رقم 1 في نفس الجزء ده، هتلاقي الراجل بيعمل لك تقسيمه يا باشمهندس بانواع مين؟ بانواع الطرق بتاعتك. لو رحت يا باشمهندس لاول جزء او اول شابتر في هذا الجزء هتلاقي عامل لك حاجه اسمها التصنيف الوظيفي للطرق، وفي التصنيف الوظيفي للطرق ده يا باشمهندس اكيد هتلاقي ان الطرق الفري دي نوعها يا رجاله شريانيه رئيسه ولا ثانويه؟ شريانيه رئيسيه. بص كده تحت هتلاقي عامل لك حته فلوت شارت جميل قوي، الفلوت شارت ده يا باشمهندس هتلاقي مدي لك فيه التصنيف الوظيفي للطرق بتاعتك يا هندسه. وراح فين؟ بص كده يا باشمهندس التقسيمه اللي قدامك دي عندكم ولا مش عندكم؟ الراجل يا باشمهندس بياخد الطرق بتاعتك ويقسمها، يقسمها لمين؟ لطرق حضريه وخلويه. طبعا احنا شغالين على مين؟
الخلويه دي في منها محليه اللي هي اللوكال، في التجميعيه اللي هي الكوليكتور، في الشريانيه اللي هي الارتيريال. الشريانيه ده يا باشمهندس في منها رئيسيه وفي منها مين الرئيسيه دي يا عم؟ بص كده الطرق الايه الحر. يبقى اذا الطريق الحر بتاعك يا باشمهندس تصنيفه ايه؟ شرياني رئيسي. اذا اي حاجه هتحتاجها لهذا الطريق بتاعك هتخش على مين؟ على الشريان الرئيسي يا باشمهندس. ارجع لصفحه كام زي ما اتفقنا؟ وليكن قلنا 107 قلنا 107 يا باشمهندس اللي هو التصنيف اللي هو سوري الكروس سيكشن. ومنه يا باشمهندس اخش زي ما اتفقت معاك عايز اطلع بقى عرض الحرارات بتاعتي مين يقول لي ايه؟ الطريق بتاعي خلوي وشريان رئيسي خلاص عرض الحراره بتاعتي كام؟ دي ما فيهاش فصال بقى يا باشمهندس. خلي بالك الجدول ده هحطه فين على طول؟ في النوته بتاعتي. طيب بعدها يا باشمهندس هيبقى في جزيره ولا مفيش؟ انزل تحت للجزيره شوف الراجل بيقول لك ايه. اولا بعد الحرارات هيقول لك الميول الايه؟ الميول بتاعت الحرارات. هل الحرارات دي هتبقى مايله ولا افقيه؟ لا هتبقى مايله. طب الميول بتاعتها ايه يا عم؟ لو نزلت لتحت كده شويه يا باشمهندس هتلاقيه الراجل بيدي لك الميول بتاعت الطرق بتاعتك ويقول لك ايه؟ يتراوح الميل العرض للطرق المرصوفه من كام لكام؟ هتاخده كام؟ 2%. بالنسبه للطرق يا باشمهندس المرصوفه خشنه اللي هي الخلطه بتاعتها خشنه بتبقى 2 لـ3. لو الطرق ترابيه هتبقى ايه؟ 3. احنا هنشتغل على مين يا رجاله؟ هنشتغل على ال 2%. طب بعدها هتلاقي بالنسبه للشولدرز او الاكتاف. طب سيبني بس من الاكتاف دقيقتين واروح لمين؟ للجزر الوسطى. هل بقى في عندك جزيره وسطى ولا لا؟ نشوف. تنزل تحت كده يا باشمهندس هتلاقي الراجل برده مدي لك جدول بالنسبه للطرق الايه؟ ويقول لك بالنسبه للشريان الرئيسي يبقى كام مينيمم؟ 4 متر. الشريان الثانوي التجميعي وبص كده على الحته الجميله اللي تحت ده يا باشمهندس يراعي الزياده في عرض الجزيره الوسطى في الطرق الصحراويه الى ما لا يقل عن كام؟ 15 متر. يبقى انا يا باشمهندس المفروض طبقا للكود الشريان الرئيسي يبقى كام؟ 4 متر. بس انا الطريق بتاعي صحراوي فهوصله لكام يا هندسه؟ هوصله ل 15 متر. اذا يبقى في جزيره ولا ما فيش جزيره؟ في طبعا جزيره. والجزيره دي عرضها كام؟ 15 متر يا باشمهندس. هيبقى في عندي هنا كده جزيره والجزيره دي هيبقى عرضها كام يا رجاله؟ ال 15 متر بتوعنا زي ما اتفقنا. خلي بالك ال 15 متر دول هيبقى في منهم الشولدر الداخلي والمين يا رجاله؟ هيبقى في منهم الجزيره العاديه وفي شولدر داخلي. طب مين يقول لي الشولدر الداخلي ده هيبقى عرضه كام؟ ارجع للشولدر. خلي بالك انت دلوقتي طلعت مواصفات الحراره ولا لا؟ وطلعت مواصفات مين؟ الجزيره. باقي لك الطبان سواء الطبان الخارجي او الطبان ايه يا باشمهندس؟ علشان تعرفهم بكام ارجع جري لمين؟ للطبانات يا باشمهندس او الاكتاف. هتلاقي الراجل بيقول لك ايه بالنسبه بقى للاكتاف دي؟ طبعا انا ما عنديش ارصفه. مين يقول لي ما عنديش ارصفه ليه؟ الارصفه دي خاصه بالطرق الايربان. انا بتكلم في شولدرز للطرق اللي هي يا باشمهندسينا الطرق الخلويه. هتلاقي الراجل مدي لك حته جدول ظريف جدا 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 ويقول لك عرض الاكتاف وميولها يا عم في الطرق الخلويه بتاعتك بكام؟ قال لك مبدئيا لو انت عايز تطلع عرض الكتف. خلي بالك بكلمك على الكتف الداخلي ولا الخارجي؟ الخارجي. انا بتكلم على الاوتر شولدر اللي هو الشولدر الخارجي بتاعك يا باشمهندس. بقول لك هتبص لي على حجم المرور وان كان في الشريان الرئيسي هتاخد العرض بتاعك كام؟ من 2.5 لـ3.5 بغض النظر عن حجم المرور. يعني انا يا باشمهندس الطريق بتاعي ايه؟ شريان رئيسي صح؟ الشولدر بتاعك هيبقى بكام؟ من 2.5 لحد من يقول هناخد كام؟ 3.5. 3.5 يا عم اشتغل على المكسب على طول. يبقى رايح للشولدر بتاعك ده يا باشمهندس 3.5 تبقى لمين؟ طبقا للكود. طب مين يقول لي هيبقى مايل ولا افقي؟ مايل. ميله كام؟ انزل تحت هتلاقي راجل بيدي لك الميول العرضيه للشولدرز ويقول لك الاكتاف مرصوفه واكتاف غير مرصوفه. مين يقول لي الاكتاف بتاعتك هتبقى مرصوفه ولا غير مرصوفه؟ مرصوفه. انا الشولدر بتاعتي هتبقى غير مرصوف هيبقى ترابي. فعلشان كده يا باشمهندس هتلاقي الميل بتاعك بيتراوح من كام لكام في الطريق بتاعنا؟ من 3 لـ5%. نشتغل على كام؟ على 5% وشمس اللي هو سالب 5. بص كده اقرا لي الملحوظه الجميله دي. يبقى ده يا باشمهندس يبقى سالب 5%. مين فاهم ايه؟ هنعمل طبعا تعالى وجود جزيره وسطى يا باشمهندس تنفذ اكتاف داخليه. يبقى في عندي شولدر داخلي ولا لا؟ في علشان عندي جزيره في شولدر داخلي. من كام لكام؟ من 60 لمتر 20. هتاخد كام؟ متر 20. يبقى الجزيره بتاعتك يا باشمهندس هتبقى كلها 7.5 متر اللي هو نص الجزيره. في منهم متر و20 يا باشمهندس شولدر داخلي والباقي الجزيره العاديه يا باشمهندس. الشولدر طبعا صبان يعني بقول لك بقى يا باشمهندس لو انت سيارتك هتستخدم نيوجيرسي هتحط حواجز جانبيه
قال لك لازم احطها على بعد كام من حافه الطريق. يعني لو الراجل قال انا عايزك تحط لي عامل جيرسي خلاص وانا عندي الشرطه 3 متر وايه ونص، هاخد منه يا باشمهندس متر وربع الاول مرصوفين زيهم زي مين الطبقات بتاعتي العاديه. بعدها ابدا احط مين يا رجاله؟ ابدا احط النيوجيرسي بتاعتنا الجميله بالمنظر ده يا باشمهندس. طب بعد ما احط النيوجيرسي من هنا هنعمل ايه؟ هستكمل الشولدر بتاع يا باشمهندس اللي هو الايه؟ الثلاثه ونص. الثلاثه ونص هتقسمه متر وربع قبل النيوجيرسي، بعدها يا باشمهندس النيوجيرسي نفسها ولكن هتبقى 50 سم، بعدها يا باشمهندس البتاع هيبقى فين؟ بعد النيوجيرسي بتاعتك يا باشمهندس. المشكله في الكلام ده؟ خلي بالك خلي بالك، لو انت يا باشمهندس هتحط نيوجيرسي المتر والربع دول مش هيبقوا غير مرصوفين، هيبقوا ايه؟ مرصوفين، وهيبقوا بنفس الراس بتاع مين؟ والبيوت بتاعهم هتبقى زي الحاره، هتبقى كانها جزء من الحاره. يعني وكانك يا باشمهندس الحاره الاخيره اللي كان عندها كام؟ 3 متر ونص، انت زودته ل 4 كام؟ ل 4 متر تقريبا 85 يا باشمهندس. يعني اكن الشولدر الداخلي ده جزء من هندسه نفس الحاره بس نفس الطبقات بنفس الميول بنفس يا باشمهندس السكنس كل حاجه، لان ده انت هتسمح للعربيات ان هي تستخدمها ولا لا؟ اه بص يعني انا لما اجي اعملها على الاسمبلي مثلا او لما ادخل عرض الحاره في الثانيه لا اكنك هتاخد هنا حاره 3 ونص بعدها باشمهندس هتاخد متر حاره 4 متر نفس الحاره بتاعتك بكل القطاع بتاعها بس يعني ما تبقاش كده حاره ده قصدي يعني اضرب هتربطها من الجزيره من الشولدر الشولدر الخارجي ايوه اما الشولدر الخارجي اللي هو 3 ونص تاخد منه متر ورابع بعدها تاخد النيوجيرسي بعدها تاخد باشمهندس الايه؟ الاوتر شولدر مش فاهم الكلام ده؟ طب جميل قوي يا باشمهندس. اذا سيادتك دلوقتي تقدر تطلعه للقطاع العرض ولا لا؟ اقدر اطلعه طبقا لمين؟ طبقا للكود. خلي بالك لو انت طلعت القطاع العرض ده بالجداول بتاعتك ما حدش يقدر يقول لك ايه؟ ولا حد يقدر يكلمك. طب الجزيره دي اه خلي بالك اه فعلا يا باشمهندس حاجه مهمه جدا، احنا قلنا الجزيره بتاعتنا هتبقى ايه؟ هتبقى 7 متر ونص وخدنا منها متر و20 يا باشمهندس صح؟ طب الميل بتاعها هيبقى كام؟ الجزيره بتاعتك هيبقى الميل بتاعها وقيمه الميل ده مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه جدا يا باشمهندس. بص كده هتلاقي برده في الجزيره احنا استعجلنا عليها، هتلاقي يا باشمهندس الراجل مدي لك الميول بتاعت ايه هذه الجزيره راحت فين؟ نزلنا تحت قوي الجزيره الوسطى في الطرق الخلويه وفي الطرق بص يا باشمهندس هتلاقي الراجل راسم لك قطاع. سيادتك دلوقتي عايز تعرف الجزيره بتاعتك خلاص عرفنا العرض بتاعها كام صح؟ طب عايز اعرف الميل بتاع الجزيره. اه لو انت عايز يا باشمهندس تعرف الميل بتاع الجزيره كام هتلاقي الراجل مدي لك فيه مدي لك يا باشمهندس في الكود صفحه 123 مدي لك قطاع وراسم لك الجزيره شكل مين؟ شكل الفي نوتش هندسه. قرب 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 مدي لك الجزيرة بتاعتك شكل الفي، والفي ده قال لك ان الميل بتاعك من كام؟ من 1 ل 10 او اقل يا باشمهندس، ومن 10 ل 1 او اقل، يعني ميل الجزيرة بتاعك هيبقى كام يا هندسة؟ 10 ل 1 او اقل، خلي بالك احنا بنوصله لكام؟ من 10 ل 1 ممكن نوصله لحد 6 ل 1، بس احنا دايما بنشتغل على الماكسيموم اللي هو كام يا هندسة؟ 10 ل 1، إذا برضه الشكل ده هيبقى معاك يا باشمهندس في الكالكوليشن شيت وتديه لي الميل بتاعي كام بالظبط. يعني ايه 10 ل 1 احنا بنعمل الاستريت بس الدكتور كان بتبدا تصلي اللي هي عايز واحد عشان هو هو بس انت هتاخده هتاخده مايل في اتجاه واحد يعني انت لو عايز ترسمه هيبقى مايل في اتجاه واحد بس هو لازم تطلع صوره الفيجن انت لو زودت هو نفس ده بس هتمال كله في اتجاه بص كده هنا الراجل مدي لك الميول الجانبيه بتاعتك يا باشمهندس خلي بالك انا بعد كده باقي لي مين بس الميول الجانبيه الراجل مدي لك قيمه كده للميول الجانبيه بس في حاله وجود قنوات للصرف يعني بقول لك لو انت هتستخدم قناه ممكن تستخدم القناه دي ايه ترابيزويدال بتاخد ميل 3 ل 1 و3 ل 1 بعدها بتاخد القناه بتاعتك بعرض معين او تاخدها شكل حرف مين حرف الفي نوتش يا باشمهندس ليه شغال فانت عندك يا باشمهندس الميول بتاعتك الجانبيه 3 ل 1 بس خلي بالك دي الميول الجانبيه الخاصه بمين بالشكل بتاع قناه الصرف هنعتبر ان احنا ما عندناش قناه صرف علشان كده يا باشمهندس انا عايز الميول الجانبيه العاديه الميول الجانبيه العاديه دي اتفقنا مين اللي بيديها لك يعني الكود ما بينصش لو لفيت الكود كله مش هتلاقيه مدي لك قيم للميول الجانبيه لان الميول الجانبيه دي بتبقى ديبند على مين ديبند على نوع التربه وديبند يا باشمهندس على الاجهادات اللي على التربه وديبند على الارتفاعات فعلشان كده الميول الجانبيه اللي بحددها الناس بتوع السايل
في تقرير التربه بتاعك يا باشمهندس. المفروض تقرير التربه بتاع الطريق هو اللي بيطلع لك البنيه الجانبيه بتاعتك دي. طب انا في المشروع هعمل ايه؟ لازم ارجع لمين؟ للدكتور يا باشمهندس بحيث انه يحدد لي البنيه بتاعتي دي تبقى كام. وليكن ناخدها 4-1 في الفيل وناخدها 3-2 في القط، ممكن تمشي او زي ما هو يقول لك. عشان في مشاكل صعب ولا سهله؟